الطفل إذا توفي وهو في الأربعين هل يقام له عزاء وماذا عليه؟ لا يقام عزاء لا للطفل ولا للكبير، هذا من المبتدعات، أنه يقام عزاء ويحدد أيام ويتفرغ فيها وتذبح فيها الذبائح، هذا كله من الآثار والأغلال التي ما أنزل الله بها من سلطان. أما التعزية فهي أيسر من هذا، الدعاء، التعزية هي الدعاء، تدعو للميت وتدعو للمصاب، فتقول أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك، وأحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك، تقوله له شفاها أو في المكتب أو في المسجد أو في أي مكان أو في التلفون مشافهة أو مكالمة، ولا حاجة إلى هذه الإجراءات الصعبة. نعم.